وتجي على كل سوداني خارج بقاع أرض السودان. الفيديو شفناه قبل شوية هو لأهلنا السودانيين، الجالية السودانية بأمريكا، وتضامن كان وتظافر كان شديد، وكان ترابط يعني درجتين نحس إنه الناس زي كانوا قاعدين معانا في القيادة. ثورة ديسمبر المجيدة ثورة تدرس، أدى الدرس لكل العالم. كان فيها حضور غريب، توافق رهيب، كل الناس متفقة على قضية واحدة، حتى إذا كانوا مختلفين في الأجناس، في الأماكن، في أيا كان الشيء الحاصل، كانت القضية واحدة اللي هو سودان جديد، سودان بكل تفاصيل جديدة، سودان بيشبهنا نحن كسودانيين يا سهام. نحن في الفقرة دي حيكون معنا الدكتور الضيف الأستاذ الطيب عبد الله منصور، الباحث في شؤون العلاقات الدبلوماسية والناشط السياسي بالولايات الأمريكية. نتحدث بصراحة عن الوضع الراهن يا سهام في الحاصل، يعني بعد الثورة، بعد التفاصيل اللي حصلت دي كلها، في شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنشكر قناة النيل الأزرق ونترحم على شهداء ديسمبر، وإن شاء الله نسمع خبر مفرح عن المفقودين، وبنهي الشعب السوداني البطل المناضل دائما الصابر على كل ما هو جديد لهذه الثورة الواضحة. أحداث الثورة السودانية في الخارج لا كان لفترات طويلة، من 2002 كان 2003 كانت في حراك سياسي في السودان، وتلقائيا له تأثير في خارج السودان، واليوم أبعاد كبيرة مثلا في أنه كيف نقدر نوصل القضية بشكل واضح، بشكل كبير، بشكل حتى كل المجتمع الدولي. والنجاح الأساسي للبرنامج خلال وجودنا في نيويورك، دي كانت في عمام الأمم المتحدة، يعني كان في رؤساء الدول كل شهر 9 بيجوا نيويورك، ونحن كان بنقدم أصواتنا في أنه الاحتياجات الأساسية الموجودة، الصراعات اللي بتتم في دارفور أو في السودان بشكل عام، حتى الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، الوضع العمني في السودان، دي كلها حراكات سياسية اشتغلناها في الفترات السابقة في سبيل أنه يكون عندنا تحقيق واضح في أنه كيف نوصل قضايانا كثورة، نوصل قضايانا كفهم. والبرنامج الاساسي لنجاح القضيه الثوره في الخارج في جانب جزء منه بنشاهده على المونيتور. دي في اي مدينه؟ دي في نيويورك، مدينه نيويورك. جميل. دي في مدينه نيويورك. تحيه لكل السودانيين اللي في نيويورك وفي كل ولايات امريكا، والحمد لله على السلامه والحاج استاذ الطيب. الله يقبل حمدك. اللي لفت نظري يعني بحكي عنه معاه تحت الهواء انه حتستقر هنا، قال لي لا، لكن انا عاوز السودان يستقر، جاي بافكار عشان السودان يستقر. ديل أبناء السودان في كل مكان، إنه أعطوا درس لكل العالم وهم في كل بقاع الأرض، دي حاجة مفروغ منها. لكن بنتكلم ما بعد ذلك، هم لا زالوا بتوافدوا على السودان، كل واحد بيحاول يضع بصمته. الحمد لله على السلامة. الأهل كيف هو الحاجة؟ الأهل كويسين بخير، والزول إنه يعني بجد إنه جا السودان وقعدت في السودان، شفت إنه في عهد التغيير كيف السودان؟ التغيير يعني في شيء واضح، في تغيير واضح، لكن حتى في بؤس، في بؤس مثلا في الشارع السوداني بشكل كبير. دي 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 القادم احلى، ونتمنى انه يكون في رؤيه مستقبليه في انه كيف نحقق طموحات الشعب السوداني، وكيف نوفر بعض الحاجات الاساسيه، وبنهي من هذا المظله الشباب بصوره كبيره، لانهم لهم دور كبير في تغيير هذا الباع، ولابد من انه الحكومه تقوم باحتضانهم، بتاهيلهم، بتدريبهم بشكل كبير، وده بيخلينا احنا برضه نشتغل معهم في الخارج، نوفر لهم بعض الدعومات، بعض الأساسيات في أنه كيف يوفروا لنفسهم الطاقات الإيجابية والسلبة من أجل إنجاح الثورة بإذن الله. أهم حاجة الطاقات الإيجابية دي. لكن قبل ما نتحدث معه ويا ذكر عن كثير من المفاهيم، بنعزيك ونعزي كل الشعب السوداني على وفاة واحد من أهم المناضلين والثوار اللي كانوا لهم وقفة قوية جدا في ديسمبر. بنحيي الباشمهندس جماهري، له دور كبير في انه كان له دور في انجاح الثوره في الخارج، وكان وجوده في امريكا يعني بالدعم المادي، بالدعم المعنوي، وهو طوال رجل اعمال معروف في امريكا، ولو كان استهاماته الكبيره في انه كيف يمجد الثوره، وكيف يصل للبيت الابيض، يصل للكونغرس، يصل لكل القادات. جلال لو جبت لنا الفيديو من الاول، هو موجود في الفيديو عشان الاستاذ يورينا صورته.
معلش واصل يا استاذ. لو اسهاماته الكبيره في انه كيف يطور الفكره وكيف انه كان ينجح الثوره بشكل كبير. وجوده حاليا صورته في استنفار الناس في استنفار الناس في كل ارسال الدعومات في السودان في الدعومات في السودان لا 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 دور كبير مثلا في انه هو ده صحيح. اعتقد ده جماهيري ايوه اللي لابس بالتو على بيجي ده يا جلال لو رجعت له من الناس اللي يعني كان مساهمه كبيره في انه ينجحوا الثوره من الخارج. وايضا نترحم على روحها كل الشهداء في الخارج اللي هم كانوا بيساهموا مساهمه كبيره في انه كيف ينجحوا الثوره. من خلال وجودنا في الخارج ايضا المجتمع الدولي له اثر كبير في انه كيف نستفيد من بعض المحاور ونستفيد من بعض قدرات اخواننا. نعم الموجودين. هو ده له رحمه المغفره. رجل له اسهامات كبيره جدا لسهامات في شعار الثوره هناك. والثوره عندكم بدت من 2003 وليس فقط 2013 زي ما بدينا. اكيد اكيد دي الاسهامات ودي البرامج اللي كنا ماشيين فيها في وضع انه كيف نودي البرامج لصوره اكبر ونساهم مساهمه كبيره في كيفيه انجاح الثوره. اذا كان مسكنا برضه في بعض الاخفاق وجدناه حاليا انه كيف عايزين نغير مفاهيم الثوره بشكل كبير. لابد من يكون هناك انسجام ما بين الحكومه المدنيه والعسكريه من اجل انجاح الثوره ومن اخراج من هذه الازمات الاقتصاديه الحاليه. وده بيقودنا لبعض التجارب الكبيره اللي ممكن نساهم فيها بشكل كبير في عمليه الاستقرار والسلام في السودان باذن الله. يا استاذ طيب نتعرف على بعض الشخصيات او اسماء بعض الشخصيات التي اشعلت ثوره النضال في خارج السودان في امريكا. والله بعض الشخصيات الموجودين كل الشخصيات الموجوده في السودان لهم دور كبير في انجاح الثوره اذا كان من رجال الاعمال اذا كان وبالاخص الكنداكه اللي هو المراه السودانيه في الخارج لا اسهاماتها الكبير في انجاح الثوره بجد. احنا يعني ده كان شيء ما قادرين بنعكسه بصوره كبيره لكن المراه السودانيه في الخارج لها دور كبير في انها كيف توصل القضيه وانها كيف تساهم في عمليه المظاهرات وكيف تساهم في الوضع السياسي في امريكا في ظل انه الحكومه الامريكيه او حكومه الاتحاد الاوروبي تهتم اهتمام كبير بالمراه بشكل كبير. ودي كانت من ضمن الاساسيات لانجاح الثوره وكان دورها واضح في انه كيف تدعم الثوره ماديا معنويا وتشارك في كل المحافل الدوليه الخاصه بالاستنفارات الخاصه بالمراه. بالعكس انها ساهمت باعز ما تملك من ذهب من مال لبرنامج انها حتى وصلت لبرنامج كبير في اسمه حتى اليوم العالمي للمراه. بنشوف الجاليه السودانيه في 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 اليو ان بيقدموا برنامج كبير برامج واضحة للمرأة بشكل كبير. وده بيعكس برضو اهتمام المؤتمرات في السنوات القادمة بالمرأة السودانية وتوفير ما يمكن توفيره من مشاركتها بشكل كبير. حتى برضو المرأة السودانية كانت لها دور واضح في انه كيف تقدم الوجبات السودانية بشكل كبير والتوب السوداني بشكل واضح وكان لها إسهاماتها بأنها كيف تعكس هذا البرنامج. وبالعكس حتى المرأة السودانية في أمريكا يعني في كل المحافل الطبيبة الأستاذة المستشارة حتى في التمثيل السياسي في السودان في أمريكا لها دور كبير في هذا الوضع. ومن هذا البرنامج برضو بناشد بأنه لابد من أنه الكنداكات في السودان ياخذوا حظهم في انه تمثيلهم في الحكومه بشكل كبير ومشاركتهم في كل المحافل الدوليه. لانه الفترات السابقه حتى التبادل الثقافي الموجود في العالم في الفترات السابقه السودان ما كان موجود بصوره واضح ولا كان عندهم دور واضح في الحته دي. حتى يقول لك السودان يعني الناس ما كانت عارفه الهدف من البرنامج السوداني كان بدوره كبير. ده خلال وجودنا كان في جنيف سويسرا في برنامج اخليات الشباب في التثقيف في مجال حقوق الانسان. يعني ده كان برنامج كل العالم بيجي وبيقدموا اطروحاتهم في البرنامج الثقافي البرنامج السياسي. عندهم برنامج بتاعت انه كيف انه يكون عندهم دور كبير في انه يوفر بعض التدريبات في بعض المجالات الموجوده اذا كان في الحكومه الالكترونيه اذا كان في المجال الاعلامي اذا كان في التطور الاقتصادي في البلاد بشكل كبير. دي كلها اسهامات لكن المراه السودانيه او الشباب السوداني ما كانوا مشاركه فعاله في هذه البرامج. يا أستاذ طيب شفنا الحضور اللي كان حاصل لبعض السودانيين خارج البلاد في ثورة ديسمبر والمشاركة كانت حاصلة شفنا عبر السوشيال ميديا.
كيف يعني حيعملوا شنو على اساس انهم هم خارج البلاد يحموا ثوره ديسمبر داخل السودان؟ مساهمات والله مساهمه الشعب المهاجرين كانت لهم دور كبير في انجاح الثوره، لانه كان من الداخل، ما كان في مساهمات او ما كان في مظاهرات بتطلع مباشره، لكن يعني بنعبر صوتنا من الخارج بكل حريه وبكل راحية انه نعبر عن برامجنا ونعبر عن طموحاتنا اللي عايزينها. الحكومه الامريكيه كان لها دور كبير برضه، ساهم معنا مساهمه كبيره، لانه بلد الديمقراطيه، بلد حقوق الانسان، يعني كانت انه حتى انه بتحمينا انه في المظاهرات انه نقدم، وانه في البوليس برضه بيجي بيحمي. من هنا برضه بنشكر الحكومه الامريكيه، الشعب الامريكي في وقفتهم دائما مع الديمقراطيه، مع حقوق الانسان بشكل كبير، وهم ذاتهم يعني كانوا بشكل كبير انهم بيعملوا ضغط للحكومه بشكل كبير الاحداث اللي بتتم. ايضا برضه من خلال وجودنا في امريكا برضه في المظاهرات الدوليه مثلا في البرامج، قدرنا برضه نعكس انه دورنا في المحكمه الجنائيه، الجرائم اللي بتتم مثلا في دارفور، الجرائم اللي بتتم في السودان بشكل كبير، والجاليه السودانيه كل انواع الطيفه، يعني في مثل يقول لك كل البلد دارفور، دي كانت مطبقه من زمان، يعني حتى احنا في 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 في, في, في بر امريكا ما بنشوف انه ده دارفوري ولا ده كلنا حاجه واحده، لانه كل العالم بيزور لنا كسوداني، كسوداني ما في حاجة برامج قبيلة. بنفس الانتماء بنفس الوضع، عايشين بنفس الفهم ده انه كيف احنا نقدم استل الرؤيه بتاعتنا السياسيه، الرؤيه التنمويه للسودان بشكل كبير. وبرضه بنشكر رابطه خريجي جامعه الخرطوم بالتضامن مع رابطه ابناء دارفور بنيويورك، لهم اسهامات كبيره في انجاح الثوره برضه من خلال دعمهم المادي بشكل كبير. كان في الاحداث الاخيره تمت في الجنينه انه كان في دعومات ماديه تمت للاحداث الاخيره، بالاضافه لاطباء اتحاد الاطباء السودانيين الموجودين في امريكا الشماليه برضه لهم دور كبير في انهم ساهموا في كوفيد 19 بشكل كبير، وانه مساهماتهم للبرنامج السيل موجود. حتى الحراك الاجتماعي او بعض المنظمات او بعض الجهات اللي بتشارك، عندنا كونتاكت مع الكونغرس الامريكي او البيت الابيض في انه كيف نحول الاطار السياسي شيء واقعي ملموس حاليا. شيئين كان اشتغلناه من الفترة اللي فاتت، اللي هو فك الحظر الاقتصادي، البرنامج السياسي، التوأمة السياسية. قصدنا انه نعمل توأمة سياسية بين بعض الولايات او بين السودان ومحافظة بروكلين، لانه كانت عندهم اسهاماتهم زي ما انه كان تركيا، زي ما بعض الدول عندهم اسهامات مع بعض الدول، بعض المدن الموجوده مثلا في نيويورك في الجانب الاقتصادي اللي هو التبادل الاقتصادي. نعم. والتبادل التجاري. ده كلام طيب جدا. تحية لكل الشرفاء اللي شاهدناهم في الفيديو واللي ما شاهدناهم في الفيديو ده نفسه، لانه فيديوهات كثيره جدا اشتهرت على السوشيال ميديا. فتحية لابناء السودان في كل مكان، هم ما اكتفوا بمناهضة الثورة أو بإشعالها من سنوات عديدة، لكن كمان حتى الآن بيضعوا في رؤى وبيحاولوا حتى استقرار العملة ومحاربة التضخم. نعم، كان لهم أثر كبير جدا في كل مكان. إذن نحن بنشكرك جدا أستاذ طيب منصور، يعني على هذه الوقفة أو الاستضافة اللي شاهدنا فيها أو استمعنا فيها من خلالك عن ما يحدث في كل أمريكا وفي كل ولايات أمريكا. لما تحية مرة تانية.